الاصلي عصب الشامي. عافية حاج والله حاج عصب الشامي. ايام زمان بتذكرنا واحنا صغار. واحنا صغار صغار. احكي لنا شوي القصب كيف ايام فلسطين. احنا اولاد فلسطين حمالين السكاكين. احنا اولاد المنشيه حمالين الشبريه. والله حبيبي حبيبي حاج. ايش الاسم حاج؟ مصطفى. مصطفى ايش؟ كريم. من يافا؟ هذا من وين القصب جبته؟ من عندي زار. من عندك؟ والله يعطيك العافيه حاج بارك الله فيك. هاي القصب ايام زمان. انا جوافي حمراء. جوافي حمراء. بس انا عندي الوحيد. حبيبي حبيبي حاج. كل مره ابني بيشتغل من السوبر. قول يا ابو جابوا الجوافي حمراء، جبت الزريعه زي اللي عندك. اه. اللي 10 كيلو اللي بيبيعوا 30 شيء.